سذرند في عمل شاركت فيه مع الوالدة وكان عمرك 5 سنوات تقريبا، وهذا العمل أثر فيك، وش قصة هذا العمل؟ طيب وانا عمري 5 سنوات، ماما من قبل يعني كانت تشارك في أعمال تطوعية ومبادرات، يا هي تسويها بنفسها أو مع صحباتها أو مع جمعيات خيرية ومبادرات تطوعية وفرق تطوعية يعني. فخذتني معها مرة، وكان شعور حلو لأن كانوا مبسوطين الأطفال وكنت أنا أفرح معهم، وكنا نسوي مثلا العودة للمدارس كنا نجهز لهم أشياءهم، وأنا كنت مرة أنبسط على هذه الأشياء فحبيت هذا الشيء واستمريت فيه، وصرت دايم يعني صرت دايم أشترك مع ماما، أروح مع ماما نسوي مبادرات إحنا بنفسنا، إحنا نوزع تفطير صائم في رمضان، نوزع على المحتاجين في الأحياء المحتاجة يعني، نوزع عليهم كسوة العيد، كسوة الشتاء، افطار صائم. فصرت متعودة على هذا الشيء، وصار لما مثلا يمر اسبوع ولا كم يوم وما نروح نسوي مبادرة كنت ازعل مرة، كنت اتضايق. فكانت ماما دائما تروح مبادرات وانا اروح معها دائم، والحمد لله يعني صارت كل مبادراتي موثوقة وكلها عليها شهادات، والحمد لله يعني حست على ألقاب كثير ما شاء الله. استاذ رند، انت في الفتره الاخيره يعني يمكن مريتي بكثير من المواقف، وكان من ضمنها قصه خداع صارت لك، وش القصه؟ طيب هذا الموضوع هذا كان عن مبادره او فرصه تطوعيه، كانت يعني فرصه جدا جميله وكنت مبسوطه عليها، فوحده الله يستر علينا وعليها قالت لي انها ليش تروحين وانه ما يحتاج وانه ما له داعي وانه ما منه فايدة، فيعني وانا سمعت كلامها يعني وثقت فيها على اساس انها صديقة مقربة لي، وان تنصحني ان نصح الصديقة للصديقة، فوثقت فيها ويليتني ما وثقت فيها. و يعني هي راحت لهذه المبادرة وبرزت فيها، ويعني الله يوفقها، بس ما كان حلوة، ما كانت حلوة حركتها انها تبي هي تفوز بالتطوع. مو سالفة فوز، بس انه ليش تكذبين علي. فبعدها يعني ما عاد صرت اثق باحد الا بماما واهلي واللي في الاستديو، طيب عشان احنا بعد كنت تثقين فينا عشان ان شاء الله.